معايا على التليفون الخبير الإعلامي الكبير والصديق العزيز والكاتب الصحفي دكتور ياسر ثابت. مساء الفل دكتور ياسر. مساء النور أستاذ محمد، ومنور الشاشة. الله يخليك يا حبيبي. هو يعني قبل ما نتكلم عن محمد صلاح، مش أنت شايف وأنت رجل عملت في البي بي سي وعملت في مؤسسات إعلامية دولية أن هناك تجاهل ما من إعلام الدولي تجاه محمد صلاح؟ ليه ما بيسلطوش عليه الضوء بدرجة كبيرة توازي ميسي؟ هو النهاردة بصراحة لا يقل عن ميسي، لا يقل عن كريستيانو رونالدو. انا مصري ممكن ابان ان انا منحاز، بس انت عايز ايه اكتر من الارقام اللي عمال يكسرها محمد صلاح؟ هو الحقيقة انه اهم حاجة زي ما حضرتك بتقول لغة الارقام، لغة الارقام هي اللي بتلغي كل حاجة. نعم. حسب الارقام في اوروبا الحقيقه انه متفوق لغايه دلوقتي عن ميسي في لغه الارقام من ناحيه التهديف والتمريرات الحاسمه اللي بتؤدي لاهداف. نعم. في الدوري البريمير ليج الدوري الانجليزي اليوم حطم مجموعه ارقام، مش زي ايه يا دكتور ياسر؟ يعني مش بس سجل 4 اهداف محمد صلاح النهارده امام فريق واتفورد، لكن المهم عدة أشياء. واحد إنه حطم الرقم القياسي بتاع الأسباني فرناندو توريس مع ليفربول في أول دوري موسم ليه في ليفربول، ده كلام كويس، تجاوزه بتسجيله هذه الأهداف 4 اليوم. اتنين، هو أول لاعب مصري يسجل هاتريك في البريمير ليج، ودي حاجة مهمة جدا، بالإضافة إلى إنه هداف مصر التاريخي في تاريخ البريمير ليج بعد ما تجاوز احمد حسام ميدو بمراحل من بدايه الموسم. وبعدين كمان هو اول لاعب في ليفربول يسجل 4 اهداف في مباراه في الدوري الانجليزي من ساعه لويس سواريز في ديسمبر 2013. كمان محمد صلاح النهارده اصبح اول لاعب في ليفربول يسجل هاتريك في ملعب انفيلد من ساعة لويس سواريز برضو في طيب تاريخ 2013. بعد اذنك يا دكتور ياسر، بعد كل الارقام دي امتى هنشوفه يتصدر اغلفة عالمية بقى بشكل دائم ومستمر زي ميسي؟ انا اعتقد انه بداية من نهاية الموسم ده وبداية الموسم المقبل، لانه القيمة السوقية بتاعت محمد صلاح، وعايز اركز على الجملة ديت، رقميا في التقديرات انه وصل حوالي 100 مليون استرليني دلوقتي في التقييم السوقي اللي موجود في السوق، بعد ما كان هو قيمته ما بين 37 الى 40 مليون جنيه استرليني في صفقة التعاقد معاه اللي حصل في بداية الموسم. يعني تخيل اكتر من الضعف اللي كانوا بيقولوا انه ما يسواش اكتر من كده. حتى في جمهور ليفربول دلوقتي بقى هو محمد صلاح سجل اكتر من بعض الاندية طول الموسم. طب هل شايف ان محمد صلاح هيكون علامه فارقه معنا في كاس العالم ان شاء الله؟ ان شاء الله نتمنى ذلك، لانه الحقيقه رغم انه العمل الجماعي بالغ الاهميه، لكن الفرق بيصنعه لاعب واحد بلعبه واحده بتمريره واحده. واعتقد ان محمد صلاح ان شاء الله بثباته واستمراره في تقدم مستواه خصوصا في الموسم ده ممكن يكون علامه فارقه لمنتخب مصر والمصر كلها في مونديال روسيا ان شاء الله. اشكرك الخبير الاعلامي الكبير دكتور ياسر ثابت،